اذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. صباحكم مبروك متابعينا، ومرحبا بكم في هذه الجوله الصباحيه ان شاء الله اللي غادي نقوموا بها معكم البعض من شوارع المدينه. احنا الان في لاله مريم، كذلك نبغيو نوصيكم يعني على الضروره ديال المسائل الاحترازيه متابعينا في ظل انتشار هذا الوباء هذا، اللي كنطلبوا من الله على انه ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء في اقرب وقت ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه. الناس كاين اللي عاد يساليو خدمتهم، كاين الناس اللي يلاه كيوجدوا باش يمشيو لخدمتهم. الله يسهل على الجميع ان شاء الله، والله يسر الجميع، وكيف كنقولوا كلشي يرد بالو. فالله يحفظ ما تعرفش شي حاجه حتى تلقى يعني تلقى راسك الله يحفظ حامل الفيروس ولا شي حاجه، وتدخلوا لدارك ووليداتك. ف يعني كلشي رد بالو، وكلشي هادشي اللي كاين يعني ياخذ الاحتياطات ديالو اللازمه. نعمه، صباحك مبروك شي نعمه، صباح الخير. كذلك واحد التحيه اللي نبغيو نوجهوها للجاليه المغربيه اللي خوتنا وحبابنا يعني في جميع انحاء العالم. صباح النور خويا عبد الاله، صباحك مبروك. شمس الدين، سلام، صافا صافا خويا شمس الدين، الله يحفظك الله يبارك فيك. هنا كنشوفوا هاد الحركيه اللي كتكون حدا سوق الجمله للخضر والفواكه، يعني بزاف ديال الناس اللي كيتحركوا في هاد الميدان. الله يعاونهم والله يسهل على الجميع ان شاء الله يا رب العالمين. هادو واحدين من الناس اللي كيبدا العمل ديالهم بكري، يعني 3 د الصباح 2 د الصباح، فكتلقى السوق يعني عامر تبارك الله، الناس كيبيعوا ويشريوا، البرار ديال الاتاي محطوطين، يعني الله يعاونهم. نتوما فين دابا خويا عثمان؟ حنا دابا خويا عثمان في جنب سوق الخضر الفواكه والخضر والفواكه، سوق الجمله. كم الساعة خويا دابا؟ 5:15 خويا أبو ياسين، 5:16 دقيقة. صباح الخير ختي هيدر مامو أولا أخي، صباحكم مبروك متابعينا. الناس يلاه كيفيقوا تبارك الله يمشيو لخدامهم ولا هادي، الله يسهل على الجميع والله يعاون الجميع ان شاء الله، والله يحفظ الجميع كيف قلنا ان شاء الله يا رب العالمين. أخ مجيد كيقول كديروا لايف 24 ساعة على 24 ساعة. ويا أخويا مجيد، ف خاصك تبقى ديما خدام. هادشي اللي كاين. نبدأ من اثناعش لحداعش. نتوما عندكم 11 اخ مامو اولا اخت مامو. حنا دابا عندنا الخمسة 18 دقيقة، فمازال كاع ما نعسو. نتوما حنايا دابا ان شاء الله قرابين نفيقو. صباح الخير خويا شريف، شريف الطريف، صباحك مبروك خويا. اش من بلاصه ناعمه اختي. دابا حنا اختي في سباتة، قبيله كنا في لاله مريم. 04 طييه. اذا المتابعين وصلنا معكم لنهايه ديال هذا البث هذا. شكرا لكم وشكرا لتتابعكم. نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر. الى اللقاء.